السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن conversation، يعني المحادثة. conversation المحادثة. المحادثة هنا النهاردة داخل محل مبل، داخل محل أثاث. نشوف كده أول حاجة نوع A اللي هو الراجل البياع بيقول brauchen Sie Hilfe. براوخن زي هيلف، فعل براوخن يعني يحتاج، زي حضرتك هيلف يعني مساعدة. براوخن زي هيلف يعني هل حضرتك محتاج مساعدة؟ محتاج مساعدة؟ يا بيت، يا بيت، أيوة من فضلك. في فيل كوستت ديا تيش، في فيل، قلنا السؤال عن السعر، في عندي ثلاث اسئله، يا اما فاس كوستت او في فيل كوستت او في توير. هو هنا استخدم الصيغه اللي هي بتاعت في فيل كوستت، في فيل كوستت ديا تيش، يعني هو بيقول له محتاج مساعده. قال له ايوه من فضلك، ما تكلفه المنضده الترابيزه بكام؟ الراجل رد قال له ديا تيش، ديا تيش كوستت، الترابيزه بتكلف 1000 أورو، 478 أورو. وإحنا عرفنا طبعا الصيغة بتاعت كتابة الأعداد فيما بعد المئة والألوف، وعرفنا إمتى بستخدم كلمة أورو وإمتى بستخدم كلمة سنت. ديا تيش كوستت، المنضدة بتتكلف 1000 أورو، 478 أورو. Das ist aber sehr teuer. Das ist، هي بتكون، هذه تكون، aber يعني ولكن، هي بتكون ولكن، sehr teuer. sehr teuer. كلمة teuer يعني غالي، طب وكلمة sehr يعني جدا، يبقى هي بتكون غالية جدا. يا هو الراجل رد قال له أيوة غالية، أنا عارف إن هي غالية. داس إيست توير، داس إيست توير، يبقى كلمة داس هنا معناها هذا أو هذه، هنا بيقول له هي أو هذه بتكون غالية، أنا عارف إن هي غالية. ليه بقى هي غالية؟ إيه كومت أوس إيطاليان، إيه كومت أوس إيطاليان، يعني هي منين الترابيزة؟ من إيطاليا. طيب نخش على حاجة تاني، خلاص الترابيزة غالية عليا مش هاخدها، نشوف حاجة تاني كده، نسأل على حاجة تاني. Was kostet denn die Lampe؟ Was kostet denn die Lampe؟ Was kostet denn die Lampe؟ يعني ما تكلفة، كلمة دن هنا معناها إذا، طب زي بقى كده في اللغة العربية. كلمة لامبي قلنا بتيجي بمعنى لمبة وبتيجي بمعنى أباجورة، طب بيقول له طب الأباجورة دي بكام؟ نشوف كده، ممكن تكون الأباجورة أرخص شوية ناخدها. زي كوستت، زي كوستت 190 أورو، زي كوستت 190 أورو، يعني هي بتكلف 119 يورو. زي كومت أوس إشبانيون، طبعا هنا قلنا ليه زي، شرحنا احنا قلنا ان اي كلمة أداتها دي بنعاد عنها بإيه؟ زي، واي كلمة أداتها دي بنعاد عنها بإيه؟ زي كوستت 119 أورو، زي كومت أوس إشبانيين، زي كومت أوس إشبانيين، يعني هي من أسبانيا. ديا ديزاينر، ديا ديزاينر، كلمة ديزاينر اللي هو الراجل المصمم، هايست إنزو فليد، يعني اللي صمم الأباجورة دي، هايست اسمه إنزو فليد، اسمه إنزو فليد. هيرد بقى الراجل يقول له نوا اين هوندا 19، بس كلمة نوا يعني فقط، بس 119، زي جوت، جيد جدا. زي ايست بيليش، زي ايست بيليش، كلمة بيليش يعني رخيص، زي ايست بيليش يعني هي رخيصة.
فالراجل البياع قال له ياه انا عارف ان هي رخيصه. كلمه اذ جبت على بعض في الالماني كده فعل يعني يوجد. اذ جبت اين زوندا انجيبوت، اذ جبت اين زوندا انجيبوت، كلمه زوندا انجيبوت اللي هو زي تخفيض او اوكازيون، يعني في اوكازيون زوندا انجيبوت كده. خدنا شويه كلمات جديده النهارده، هنلخص في الاخر ايه الكلمات الجديده اللي خدناها. زي ايست جنستيش، زي ايست جنستيش، جنستيش كلمه جنستيش يعني معتدل الثمن او رخيص. فراي رد قال له اوكي ايش نيمه، انا هاخد دي لمبه. ايش نيمه، نيم يعني ياخذ، دي لمبه خلاص انا هاخد اللمبه. زي است فيركليش شون، زي است فيركليش شون، كلمة فيركليش يعني حقا، وكلمة شون يعني جميل. اوند نيشت توير، اوند نيشت توير يعني مش غالي. طيب نقرا تاني كده، نقرا تاني المحادثة ونشوف الكلمات الجديدة اللي قلناها. براوخن زي هيلف، براوخن زي هيلف، هل حضرتك محتاج مساعدة؟ يا بيت، نعم من فضلك. يا بيت، في فيل كوستد دي اتيش، في فيل كوستد دي اتيش يعني ما تكلفة الترابيزة. دي اتيش كوستد 1478 يورو، تكلفة الترابيزة. داس ايست ابا، وقلنا كلمة ابا يعني ولكن. زيا تويا، زيا تويا، كلمة تويا يعني غالي، وزيا جدا يعني غالية جدا. يا داس ايست تويا، فالراجل بيقول له أيوة أنا عارف إن هي غالية. يا داس ايست تويا. إي كومت أوس إيطاليان، إي كومت أوس إيطاليان يعني هي جاية من إيطاليا. فاس كوست دين دي لامبي، فاس كوست الدين دي لامبي، طب الاباجوره بكام؟ كلمه دين قلنا يعني اذا، طب ما تكلفه الاباجوره؟ زي كوستت 199 يورو. زي كومت اوس اسبانيا، يعني الاباجوره من اسبانيا. دي ديزاينر، المصمم هايست انزو فريد، ده اسم المصمم. نوا كلمه جديده معناها فقط 119. زي جود، كويس ممتاز. زي است بيليش، زي است بيليش، وقلنا بيليش يعني رخيص. يا از جبت، وقلنا از جبت يعني يوجد على بعض. اين زوندا انجيبوت، كلمة زوندا انجيبوت يعني تخفيض او اوكازيون. زي است جونستش، كلمة جونستش يعني معتدل الثمن. اوكي ايش نيمه دي لامبه، قال له خلاص ماشي، نيمه يعني ياخذ، دي لمبي انا هاخد اللمبه. زي است فيركليش شون، هي بالفعل جميله جدا. اوند نيشت توير يعني مش غاليه. كده يبقى احنا خلصنا المحادثه داخل محل الاساس. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. سلام.